يا مرحب بحلقة جديدة من يوميات اليورو، معي أنا عبيد نفاع. حديث دسم عن مباراة البرتغال وألمانيا وكذلك مباراة فرنسا والمجر، بس خلينا نبدأ مع المباراة الأهم اللي كانت مبارح بين المنتخب الألماني والمنتخب البرتغالي. المباراة اللي خلصت 4-2 لصالح ألمانيا، مباراة متقلبة، مباراة كان فيها كثير تحولات، مباراة بدت برتغالية وخلصت ألمانية. شو اللي صار بالضبط؟ البرتغال دخلت المباراة 4-2-3-1 على الورق، ألمانيا دخلت المباراة 3-4-3، ومع الوقت صرنا نشوف ان البرتغال عم تتحول ل 4-1-4-1. ألمانيا ظلت بنفس الشكل واستخدمت الوينج باكس افضل استخدام، روبن جوسنز على الجهة اليسار وكيمخ على الجهة اليمين، او كيمتش مثل ما بحبوا المشجعين العرب يسموه. ألمانيا عملت خدعة جدا مميزة تكتيكيا مع البرتغال، كانت تجذب المنتخب البرتغالي لجهة من الملعب وتنقل الكرة للجهة الاخرى وبالتالي للجهة الفاضي، وبالتالي هذا الشيء يخلق نوع من المساحات الفاضية على هاي الجهة، وبالتالي يكون اللاعب أمامه مساحة الكافية لأنه يتحرك يمرر أو يسدد، وهذا الشيء اللي صار مع روبن جوسنز وخلاه أفضل لاعب بالمباراة فعليا. ليش؟ لأنه نحن مبارح يمكن شوي كان تعليقات أنه سميدو يتحمل المسؤولية، سميدو يتحمل جزء من المسؤولية على الجهة اليمنى، ولكن بصراحة الألمان اللي كانوا يعملوه هو التالي، أنه كان يطلع لاعب من لاعبي السنتر باكس على الجهة اليمين خلينا نقول، واللي هو جنتر مثلا، تمام، لما يطلع يسحب معه مين؟ يوتا بهاي الحالة عم بيخلي الليفت باك تبع البرتغال على لاعبين من ألمانيا، وبالتالي 2-1 لصالح ألمانيا. بيستلم مولر الكرة مثلا أو هافرتز أو أيا كان، وبيحول الكرة على الجهة العكسية لتوصل لمين؟ لعند جوسنز. جوسنز بهاي الأثناء بيكون فاضي، ليش؟ لأنه سيميدو مراقب جنابري اللي داخل لنص الملعب، يعني بهاي الحالة بتكون الوينج باك تبع ألمانيا فاضي، وهي مسؤولية مش سميدو، هي مسؤولية برناردو سيلفا. برناردو سيلفا اللي تبدل خلال الشوطين ودخل مين؟ ريناتو سانشيز. وهون بدي أحكي عن هذا التبديل. ريناتو سانشيز لما دخلته مع بداية الشوط الثاني، لما دخله سانتوس مع بداية الشوط الثاني مكان برناردو سيلفا، صار يلعب كجناح يمين بالنسبة للبرتغال، ولكن ما أعطى أي مساندة دفاعية، وكان واضح أنه التبديل غلط. لذلك بعد شوي ريناتو سانشيز رجع لنص الملعب ودخل مكانه رافا اللي هو لاعب بنفيكا اللي حكينا عنه بالجولة الماضية لحتى يغطي هاي الجهة، وما نجح بتغطيتها. لذلك كان لازم سانتوس ينتبه لهاي الجهة من البداية، وينتبه لهذا الموضوع من البداية، ويحل القصة أو المشكلة بشكل أفضل من هيك. سميدو كان عليه أخطاء طبعا، أخطاء بالتغطية، أخطاء بالتمركز، أخطاء برد الفعل لأنه بطيء برد الفعل، يعني هرب من برشلونة من 8-2 تبع بايرن ميونخ وراح على وولفرهامبتون على أساس أنه يتجنب الألمان، راح على اليورو انصاب كانسيلو ولاقى حاله مواجه الألمان وأكل 4 جوال على جهته. يعني بكل الأحوال المباراة مبارح كانت بسيطرة مطلقة للألمان، رد فعل ممتاز جدا من جانب ألمانيا. حكي جوسنز بعد المباراة اللي قال نحن مبارح بالتمارين كنا عارفين حجم الضغط اللي علينا، وكنا عارفين حجم المهمة اللي لازم نعملها، وبالتالي استعدنا كل قوتنا وانطلقنا بقوة شديدة جدا ونجحنا بتحقيق الفوز. البرتغال كانت أضعف بكثير، مثل ما حكينا بالمباراة الأولى البرتغال أمام المجر لم تكن مقنعة، ومبارح كمان لم تكن مقنعة. أخطاء تكتيكية من جانب المدرب كانت موجودة، بالإضافة لذلك كان في خطأ بالضغط، كان في ضغط سيء جدا، كان في تمركز سيء، كان في سوء تغطية، وكان في منتخب مفكك مش عارف يعمل شيء بالمباراة، وهاي كانت النتيجة. ولولا هدف يوتا يمكن كانت الأمور تروح لأبعد من 4-1، كانت تروح لخمسة وستة وسبعة واحد. بكل الأحوال ألمانيا الآن لديها 3 نقاط، البرتغال لديها 3 نقاط كذلك، فرنسا والمجر كانت المباراة اللي هي الأولى بسهرة مبارح، مباراة كانت جميلة جدا جماهيرية بسبب وجود الجماهير والحضور الجماهير الكثيف، كان عنا يعني أداء مجري ولا أروع في شوط المباراة الأول، نجحوا بإيقاف فرنسا، نجحوا فعلا انه يعطلوا حركة الدايموند اللي كان عملها ديشان مع بداية المباراة، ولكن ديشان عمل تبديل ذكي جدا 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 باخراج رابيو وادخال مين؟ عثمان ديمبيلي. لما دخل عثمان ديمبيلي مكان رابيو فعليا بوجوده منتخب فرنسا كان عم يلعب منقوص لاعب لانه ما كان مؤدي اي دور. بوجود عثمان ديمبيلي تحول شكل الفريق من 4-4-2 دايموند لل 4-4-2 فلات، او فينا نسميها 4-2-4 لانه كان عندنا 4 مهاجمين.
ولما دخل عثمان ديمبيلي شفنا كيف تغيرت الأمور، شفنا كيف فرنسا صارت حادة أكثر على المرمى، فرنسا أكثر خطورة، فرنسا ضاغطة وظلت تضغط لحتى سجلت هدف التعادل عن طريق أنطوان غريزمان. وطبعا الخبر الطبيعي اللي بتحبوا تسمعوه دائما أنه عثمان ديمبيلي انصاب. فلذلك الآن فرنسا عندها 4 نقاط، المجر عندها نقطة واحدة، البرتغال عندها 3 نقاط، وألمانيا عندها 3 نقاط، مجموعة مولعة. الجولة الأخيرة راح تكون جولة نار بكل المقاييس. وعندي تعريف سريع على آخر مباراة اللي كانت بين إسبانيا وبولندا. إسبانيا واحد من أمل الفرق بالبطولة، أسوأ الفرق بالبطولة أداء. بولندا كذلك منتخب سيء جدا، المباراة بشكل عام كانت مملة وسيئة وما كان فيها أي حكي ينقال كثير تكتيكيا أو حتى على مستوى الإثارة. إسبانيا لازم تعدل الوضع لأنه بهذا الشكل لن تتأهل إلى الدور المقبل، هي من أقل الفرق حاليا. وسبحان الله الناس بتقول إنه الدنيا دوارة، وفعلا الدنيا دوارة. إسبانيا اللي كانت مصدر أو أساس المتعة في كرة القدم الآن أصبحت أكثر فريق ممل في البطولة هاي، وبالتالي لازم إنريكي يصلح الأخطاء قبل ما يفوت الأول. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من يوميات اليورو. إلى أن نلتقي في تحليل مباراة أخرى غدا، كونوا بألف خير.